الفيديو بتاع انتش واجري ناس كتيره جدا كانت حباه وناس كتيره جدا بتشيره وناس كتير بتقول ده شبه مايكل جاكسون ولا مش شبه مايكل جاكسون، بس بعد ما الراجل اتشهر وربنا كرمه حط تحديات مليون خط، الناس بدات تستكتر الخير دوت وتقول لك طب هو ليه احنا بنشير له، طب هو ليه راح، طب هو ليه اتعمل له لقاء، مع ان احنا نسينا ان اللي بيكرم ربنا، اللي بيرزق ربنا، اللي بيعمل اي حاجه خير في حياتنا هو ربنا. فربنا قرر او يعني اداله حاجه من عنده احنا مستكترينها ليه. دلوقتي انت لو في حاجه مش عاجباك ما تتكلمش عنها، حصل وحد يعني ربنا رزقه بحاجه، ربنا اداله حاجه من فضله وانت مش عاجبك خلاص ما تتكلمش عنها. لكن ان انت تبقى موجود عمال تنتقد دوت وتقول طب هو ده ليه خد دوت، طب انت مالك انت، بدل ما تعمل ده وتوفر يعني، بدل ما تبقى عندك طاقة سلبية جدا وبتحاول تنشرها، انشر الإيجابية، انشر قول يا رب أنا نفسي فلان يبقى أحسن، فلان دوت محتوى كويس، وابدأ شجعه بدل ما أنت تبقى بتخلص حياتك على انتقاد الآخرين. زينو، يعني خلينا نسأل رأي الناس في الموضوع ده إيه، ويعني مثلا دكتور زينو، دكتور محمد أيمن من الناس المحترمة جدا على السوشيال ميديا، هسألك سؤال بعيد عن أي حد، رأيك بعيد عن احنا ما اتفقناش على الفيديو، هو هيقول رأيه، ممكن يكون ضد رأيي، ممكن يكون معايا. دلوقتي في حد طلع عمل فيديو، الفيديو ده وحش حلو ربنا كرمه، انت مين عشان تعترض على قضاء ربنا؟ يعني ليه الناس فكره بعض؟ انا اقول لك حاجه، بص احنا اللي عملنا من الناس مثلا، انت يعني مثلا اقول لك انا عندي الحمد لله متابعين على السوشيال ميديا، لولا المتابعه ما كنتش هبقى موجود، سواء بقى انا صح سواء انا غلط، الناس شافتني حابيني في حاجه معينه فهم يعني فايرال، فمحمد ايمن بقى مشهور، تمام؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه بس اهم حاجه، انت الكونتنت اللي انت بتقدمه ايه؟ دي المشكله، القيمه اللي انا بقدمها ايه؟ يعني اقول لك حاجه، ممكن انا اسف والله، بره مصر بيقدموا كل حاجه والناس بتشجعهم، ما تقول له انت ليه وحش، انا اسف الكلمه اللي اقولها، طب الرقاصه ناس كتير بتشجعها في الكبريت بالظبط، والرقاصه عايز اقول لك حاجه، المحتوى بتاعها اسوء بكتير جدا اخلاقيا من الحمد لله. عايز اوصل لحاجه، مين بقى الشخص الاول؟ تعنتش شوجري شويه. طب بص اقول لك حاجه، هو كشخص باين عليه طيب جدا، بس في حاجات عملها في الفيديو لا تصح عشان في اطفال بتتفرج عليه. انا عندي الحته دي، انا عارف لو يقص الحته دي قشطه، انا مشكلتي انا معاك ان لو الفيديوهات كلها كده تمام، بس هو فعلا بدا ما يقولهاش في اللقاء بتاعته. انا مشكلتي في الناس اللي بتعترض على قضاء ربنا، اقول لك طب هو ليه بقى معاه او ليه عمل ده او ليه ده، خير من عند ربنا. انا معاك في المفهوم حلو قوي، معاك في المفهوم حلو، ان احنا كمصريين فينا طبع وحش قوي، اللي هو مثلا انا شايف عبد الله ربنا كرمه او بقى مشهور، طب مش معنى هو انا لا، بس ثانية واحدة بقى، الشهرة ده احسن شهرة، هي حلوة ولا وحشة؟ أنا مع الراجل ده في حاجة واحدة بس، اللي هو بتاع اللي بيقول أتو الدية ده، اللي هو بتاع محمد سعيد، بما إن محمد سعيد غنى له أصلا الأغنية، فرأيه مهم جدا. أنا هقول بس حاجة قبل محمد سعيد، هو بس لو غير الحتة دي في الفيديو قشطة، أنا راجل بتمام، عشان بس بيبقى في أطفال بتتفرج عليك مش أكتر. خليني أقول لك رأيه، احترمه جدا جدا جدا، لأن هو بدأ بإيجابيات وقال لك إحنا بس محتاجين نغير، مش لأ إحنا عملنا من اللي مش عارف إيه شربات. انت مين عشان تعترض على قضاء ربنا؟ سنور محمد، انت غنيت انت شواجري والفيديو بتاعك ما شاء الله يعني. انا بص انا برضو مع كلامك، اللي هو انا شايف طالما واحد نجح ايا كان بقى، هو غلبان مش معروف، طالما نجح فخلاص دي حاجه بتاعت ربنا، احنا بقى مش هنقف ونقول ليه وعملت ليه، خلاص هو نجح وربنا كرمه، فليه بقى كلنا نبقى ضده؟ خلاص ايوه، انت ليه تبقى ضد الحاجه اللي انت في الاول كنت بتشجعها وبتحبها وتقعد تقول اصلا ممثلين يا عم هم عجبهم الفيديو، انت متضايق ليه؟ هو ليه تحكم على الناس تاكل مثلا سوشي زي ما انت بتحبه؟ ليه تحكم على الناس تاكل بطاطس محمره زي ما انت؟ الناس كل واحد وليه ذوقه وليه اختلافه، وحضرتك انت الناس معظم الناس اللي بتتكلم وبتقعد وشفت فيديوهات ليها، انا لو دخلت عنده في السيرش اصلا هلاقي ان هو بيدور على جوهره وبيدور على ناس رقصات بس، يعني القيمه ما بتتجزأش. حضرتك انت ليه عايز الخير لحد معين ولا ده مش عايز له خير؟ فيعني اتمنى ان احنا نبقى مش عارف اقولها ازاي، بس بنقبل الخير لبعض وبنشجع بعض. يعني الموضوع اللي حصل لمحمد رمضان من فتره بتاع اهل اسكندريه، هو ما هو الا حقد 100%، راجل ناجح، راجل مكتسح العالم ما شاء الله عليه، احنا عملنا ايه؟ احنا عايزين نوقعه لمجرد ان احنا شايفينه احسن مننا فبنحاول نوقعه، وده كونسبت للاسف نفسي نتجاهله او نفسي نبقى احسن منه ونبقى شبه ناس كتير قوي في بلاد كتير، يعني الجزائر اي حد من عندهم بيعمل اي حاجه بيشجعوه لمجرد ان هو حد منهم، ويعني اخوات مع بعض، احنا ما نبقاش كده، يعني ما نبقاش بنكرهش الخير لبعض، واللي مش عاجبنا منه خلاص. بس لو انت معايا في رايي قول لي، لو مش معايا قول لي في رايي، واتمنى ان احنا كلنا نبقى بنحب الخير لبعض.